اختي الريا، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فلوج جديد. رجعت لكم هذه المره الاخوان بواحد الكونسيبت اللي مختلف شي شويه. هذا الكونسيبت الاخوان سميناه مصيد وحكايه، بحكم اننا كلنا عندنا حكايات مع بعض المصايد، وخصوصا الرياس تبارك الله اللي عندهم تجارب كبيره وسفريات كتار، كتلقى عندهم مجموعه ديال الحكايات مع واحد المجموعه ديال المصايد، كيخلي لك هذاك المصيد، كيخلي لك واحد الحكايه راسخه في الذهن ما كتبغيش تنساها. وفكرت الاخوان علاش ما نحاولوش نسمعوا من بعضياتنا ومن الرياض ذوي الخبره، نستافدوا من تجاربهم ونستمتعوا حتى بهذه القصص ديالهم. الفكره الاخوان جاتني من اننا ملي كنكونوا خارجين نصيدوا، كنكونوا في المصيد غالبا، كنكونوا في الكيطون. والصراحه يعني من احسن اللحظات عندي هي هذوك اللحظات اللي كنكونوا جالسين مع الاخوان مجموعين في الكيطون، وكل واحد كيعاود قصه، وكل واحد كيعاود كيفاش مشى ليه الحوت وكيفاش قتل الحوت. قلت الاخوان بحكم اننا يعني ما كيكتبش الله اننا نتلاقاو مجموعين في هذاك الكيطون، علاش ما نديروش هذه الجلسه هذه، ومن خلال هذه الحلقات ديال المصيد وحكايه كل مره نحكيو حكايه يعني اللي طبعات الذاكره ديالنا في واحد المصيد من المصايد. الحلقه ديال اليوم الاخوان غادي نبداها انا، وغادي تكون حول واحد المصيد اللي هضرت عليه بزاف في الفيديوهات اللي قبل، واللي هو المصيد ديال وده. غير هو الاخوان باش ما ننساش قبل ما نبداو هذه الحلقه هذه، الا كنتو كتشوفونا اول مره فمرحبا بكم معنا في العائله الكبيره ديال ملتقى الرياس. وبالنسبه للناس اللي متبعينا حتى نتوما راه مرحبا بكم، راكم في داركم ما تحتاجوش الترحيب. ما تنساوش الاخوان تخليو لنا جيم لهذا الفيديو اللي عجبكم، الا عجبتكم الفكره وبغيتونا نزيدوا قصص اخرين حاولوا تقولوا لنا هادشي في لي كومونتير باش نعرفوا. وحتى اللي يعني كانوا مصائد ولا اخوان يعني رياس المقتدرين اللي كلنا كنعرفوهم، اللي بغيتوا تسمعوا منهم شي قصه ولا شي تجربه ديالهم مع المصايد، خليوها لنا في التعاليق وان شاء الله نحاولوا نتواصلوا معاهم ونحققوا هذه الرغبه للاخوان. نبداو الاخوان القصه ديال اليوم. كما قلت غادي نهضر على المصيد ديال الودرا، وعلى اول مره غادي نمشي لهذا المصيد، وكيفاش يعني مشيت ليه، وكيفاش كانت تجربتي فيه، يعني اول مره غادي نصيد فيه. انا الاخوان يعني الناس اللي متبعيني من قبل كيعرفوا انني كنمشي بزاف للمنطقه ديال ميركلافت ديال الشاطئ الابيض. واحد المره كنت انا وواحد الصديق ديالي الله يذكره بخير، الرئيس الحسن، كنحييه من هذا المنبر غالبا غيكون كيتفرج. كانوا عندنا واحد جوج زبائن من بلجيكا، كيعرفهم الصراحه الرئيس الحسن. ودرنا الديبار من مراكش، مشينا لميرلفت، درنا الليله الاولى، جمعنا داكشي اللي غادي خصنا ديال الباكتاج، وتلاقينا بيان سور مع الرئيس عبد الله، وشدينا الطريق على اساس اننا غادي نمشيو نديرو ان روبيراج. هذوك الكليان نورمالمون ما كيصيدوش، ولكن هما بغاو يجيو يديروا ان بتي روبيراج، يعرفوا المنطقه، لان من بعد غادي يوليو يجيبوا جروبات ديال الناس من بلجيكا اللي كيجيو كيديروا تما لا مارش. هما عز عليهم غير يتمشاو، يعني الصباح للصباح كيفطروا كيفيقوا كيشدوا الطريق، كيتمشى معاهم نيت الرئيس عبد الله هو اللي كيدير لهم الكيد، وكيبغيو يبقاو غاديين جنب البحر. هذا هو هذه هي الباسيون ديالهم. كيف ما قلت لكم الاخوان، يعني من بعد ما بدنا في بيرلف تلاقينا بالرئيس عبد الله، جمعنا مسائلنا توكلنا على الله، مشينا لتاكومبا في الليله الاولى. داروا هذوك الكليان شويه د لامارش، بدنا حنايا في تاكومبا، تلاقينا مع واحد الجو ماشي هو هذاك، باقي كنتذكر كان ابريل، كان شهر ابريل، كان واحد شويه الجو متقلب، شويه جاتنا الشتاء في الليل، وحنا يعني ما عندناش حتى اللوازم ديال الخرجه كامله، ما عندناش الكيطون الكبير، عندنا غير الكيطون الكنديان، يعني داكشي حيت غنبقاو نتنقلوا بزاف، كل ليله غندوزوا في بلاصه وخصنا نزيدوا. بدنا ديك الليله الاخوان في تاكومبا، صيدت انا والرئيس عبد الله والرئيس الحسن، وتقول واش استفدنا، ما عندناش ما ناكلو، يعني فعلا ما عندناش ما ناكلو. جاب الله جبنا معنا الحيمات ديال الليله الاولى، لان هذه القضيه ديما كنديروها نهار كنبغيو نخرجوا كنديو معنا غير ما ناكلو ذاك النهار الاول، وكنقولوا لا ما صيدناش ما ناكلوش، باش الانسان كيتحدى راسو. ملي الاخوان دوزنا هذيك الليله بداك الشيء اللي عطى الله، درنا واحد شويه الحيمات في العشاء والمسائل، كما قلت لكم الحوت ما كانش، بدنا الغدا الصباح فقنا جمعنا المسائل، نصار كيتمشاو مع الرئيس عبد الله، انا والحسن مشينا سبقنا لا بلاج بلونش، لان راه ما كاينش ان غرون ديستونس بين تاكومبا ولا بلاج بلونش، مشينا سبقنا لا بلاج بلونش وجربنا، قلنا غنجربوا على الله نشوفوا شنو كاين، كنا اصلا معولين نباتوا تما، قلنا غادي نجربوا الا جاب الله كاين ما يدار غادي نباتوا. شحطنا الاخوان في البلايص اللي نورمالمون كنشدوا فيهم ابلاغ، وتقول واش كاين الحوت بصفه نهائيه، يعني بحال الا كتكذب الطعمه كتجلس ساعه، حتى السمسل ما كاينش، كتجلس ساعه في الماء كتجبد السردين هو عرفنا بان راه الا دوزنا الليله تما غادي غير نتكرفصوا، خصوصا ان الشاطئ الابيض يعني فيه غير الخويه، الا فاتك الخويه راه اصلا العمره ما كيكون فيها ما يدار، والخويه ملي كيكون الحوت راه كيكون ما يدار.
تسنينا دوك الكليان حتى جا ودرنا واحد البيكنيك خفيف. غنقول لكم الاخوان جوايه ديك الوحده ونص جوج تقريبا خرجنا من الشاطئ الابيض غاديين في اتجاه ديال والدره، غاديين في اتجاه ديال طنطان بالنسبه لينا حنايا، ولان اول مره غادي نديروا هذيك البيس وفعلا ما عرفناهاش والله ما عمرنا درناها من قبل، لا انا لا الريس الحسن لا عبد الله، اول مره غادي نديروها وغادي نديروها غير بالنات غير سامعين عليها فعلا. واحد القضيه اللي بغيت نشير ليها هنايا هي انا سبحان الله العظيم عندي واحد الناس اللي خرجوا معايا من قبل غيكونوا لاحظوا هذه القضيه، انا سبحان الله العظيم النعت كنشد النعت مزيان، يعني الا عطاني الانسان النعت ديال شي مسجد ولا هذه راه كنمشي ليه مباشره بلا ما نتلف عليه، ونفس الشيء عاوتاني الا عطيت شي واحد النعت كنحاول نعطي النعت يكون مبسط ودقيق. سمحوا لي على هذه الخرجه. مشينا الاخوان توكلنا على الله، طلعنا من حدا ديك الطلعه ديال اوريورا كما قلت لكم هادشي كامل غير بالنعت، بقينا غاديين وهاد البيست شويه قاصحه وسيرته اول مره كنديروها وما عرفش فين غادي، وكما قلت لكم سيتي افريل يعني مازال النهار مازال ما طويلش بزاف، المغرب دغيا كتروح الشمس، غاديين كنقرقفوا في هذيك البيست كنقرقفوا في ديك البيست حتى وصلنا للسفيره، ضربنا تقريبا شي 12 كيلومتر من القشله ديال اوري ولا 13 كيلومتر من القشله ديال اوري ولا وصلنا للسفيره. بدا كيتزاد معنا الزايد واحنا غاديين وغير العلو، حنا دابا اللي كنقلبوا عليه هو اننا كنقلبوا على شي بلاصه حاضره فين نباتوا ونحطوا المسائل ديالنا تما، يعني باش ندوزوا الليله، وبغينا الطوموبيلات تكون حدانا معنا الكليان عندنا الباجاج وهذا خص الكليان يكون حدانا الطوموبيل حدانا كلشي حدانا. وصلنا للسفيره لقينا واحد الرئيس تما وقفنا عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلنا له ودي راه بغينا شي بليصه فين نباتوا ولكن بغينا الطوموبيل تكون حدا الماء. قال لنا ودي هنا ما عندكم فين تباتوا، قلنا هنا راه كلشي العلاوات وحتى الا بغيتوا تصيدوا خاصكم تهبطوا بالكورده وهذه، وحنا معنا جوج مسطانيات شيبانيات يا ودي كي غادي نديروا لهاد الدعوه هذه. ما علينا الاخوان، المهم قال لنا هو ودي شوف راه باقي لكم واحد 12 حتى 15 كيلومتر راه غادي توصلوا لودرا، راه ودرا هو اللي فيه الحد ولا فين تهبطوا باش تباتوا حدا البحر. قلنا الله يرحم الوالدين حنا ودرا راه كنسمعوا عليه. فعلا توكلنا على الله بقينا غاديين فعلا دركنا الحال، الشمس غادا تروح مع رواح الشمس الاخوان، وقفنا عند البوست ديال المخازنيه، الناس اللي مخالطين شويه البوست ديال المخازنيه اللي مبني بالحجر ماشي هذوك ديال الزنك، هذاك اللي مبني بالحجر راه كاين في الراس كاع كيطلني ديريكت لومبوشير ديال الويب. وقفنا عليهم السلام عليكم. وعليكم السلام. قلنا لهم ودي راه حنا بغينا نباتوا اللي كاين هذه كاين، بغينا نحوتوا شويه ومعنا النصارى بغينا شي بريكسه زعما اللي مامنه وكذا، وما ينعتوا لنا واحد المصيد لتحت راه بالضبط فين كاينه البركه ديال الرئيس سليمه بو عسريه. هبطنا فعلا تما تلاقينا الرئيس سليماني تما، قال لنا المهم هو اصلا تا هو قال لنا ودي غير المخازنيه، قلنا له ودي المخازنيه حنا راه جينا من عندهم، قال لك صافي ماشي مشكل مرحبا. حطينا هذوك الكويطنات اللي قسم الله العشاء ما عندنا باش نديرو كيما قلت لكم ديك اللحيمات اللي كانوا راه درناهم البارح وما صيدنا والو، كنا معولين نصيدو في تاكومبا ما صيدنا والو. جاب الله الرئيس عبد الله بعدا ولا دي برويه دار واحد الطويجين ديال فيجيتاريا هذوك لي كليو خلاه فوق الفاخر كيطيب ليهم. انا والحسن مشينا عند الرئيس اللي ما سولنا، قلنا له ودي شي حوت واش محرك شي ما يدار وهذه، قال لنا فين هو الحوت شهرين هذه ما داز الحوت في هذه الارض. وفعلا الاخوان راه كيما قلت لكم حتى حنا جربنا هذيك النهار اللي قبل راه والو والو والو، قلت تقريبا يومين الليله ديال تاكومبا وفي لابلاج بلونش والو ما كاينش اللي يقيس. خلينا الرئيس عبد الله مشد معاه هذاك الطويجين ديال الفيجيتاريان ديال الكليان، هبطنا انا والرئيس الحسن. دابا المشكله اننا ملي وصلنا مع رواح الشمس والله الا كان بنيو الكويطنا طاح علينا الظلام، يعني حتى المصيد ما شفناهش بالنهار وعرفنا فين غنشحطوا فين غنصيدوا ما عرفنا والو. الوقيته اللي حنا خلينا عبد الله مشد مع داك الشيء هبطنا انا والحسن، كاين واحد السلاح ديال الحجر هبطنا ليه، كما قلت لك الظلام ومريم ظلامه هكا تشحط والله ما تعرف فين طاحت فين طاحت البلومه، واش في الماء واش في الغيص واش شحطنا شي جوج ثلاثه هذه المرات والو راه ما كيقيس والو. بقى عبد الله مع دوك الكليان عشاهم شاط عليهم واحد شويه داك الطويجين هبطوا لينا كلينا انا والحسن وهو نيت والرئيس عبد الله، وهذا الشيء راه مشحطين الكسيبات راه مشحطينهم بيكين. ملي كلينا الصراحه انا بديت كنحس بالعياء مع هذيك البيس اللي ضربناه وهذه بديت كنحس بشويه التخسيخ، قلت لهم الاخوان انا غادي نمشي للناس. قالوا حتى هما ودي راه ما كاين ما يدار داك الشيء كاع اللي غنديروا. نتا الاخوان كنجمع هذيك الجمعه اللي كنجمع كنلقى فيها واحد القرف واحد تقريبا قد هكا، ها قلت لهم ودي هذا الشيء راه يمكن راه بدا كيبان وانا ما بقيتش غنعس، قلت لهم انا غادي نزيد واحد التشحيطه. فعلا جمعوا حتى هما عاودنا كاع درنا تشحيطه اخرى واحد شويه، هو يورك على عبد الله واحد الكلفوط ديال الدرعي، ها القضيه بدات كتبان. عاود ثاني شحط عبد الله ورك عليه واحد السيلو ديال السنور. واش غادي نقول لكم اودي الاخوان قسما بالله العلي العظيم بالله باللي بدا داك الخير ما عاودش قطع ودخل علينا الشرغو
ولا البحر جاي كيجري علينا، كيجري عندنا فوق ديك الحجره فين كنا مصيدين، كيجري عندنا حتى ولينا مصيدين حدا القيطون من الفوق. راه الناس اللي شافوا الفيديوهات ديال واد الدرام قبل غيعرفوني علاش كنهضر. ولينا مصيدين من فوق الحجيره من حدا القيطون، ومصيدين غير ب 20 غرام 30 غرام في الاخر ديال الليل، الربعه الخمسه د الصباح. والله العظيم الا الشرغو مازال كينتف الى عيينا حنايا، وعمرنا الكلاستيرا عندنا غير كلاستيرا واحده حمراء كبيره. الناس اللي كيشوفوا الفيديو تاع الكلاستيرا الحمراء ديالنا عامره بالشرغو وكليفطات وابلاغ، وعيينا حنايا وباقي داك الخير كينتف، عمر البحر ولقيت اللي غيبدا يرجع عاوتاني كياكل الحوت. وحنا عيينا ولو بير سيكو الغد اللي عاوتاني الصباح خصنا نشدو الطريق، خصنا نتوكلوا على الله نمشيو. كنا غادي لواد ما فاطمه، دخلنا الاخوان نعسنا تقريبا مع الفجر هذاك، حطينا راسنا واحد شويه شي 9 ونص هذيك ولا 10، فقنا باش هذوك النصارى حتى هما خصهم يفطروا. جمعنا الحويجات هذوك النصارى ملي فاقوا الصباح حلو ديك الكلاصيره، والله الا تصدموا قسما بالله الا تصدموا. كيقول لك كيفاش درتوا هذا الحوت ومنين جا هذا الخير، وحنا راسنا ملي صبحنا واش داك الخير كله، راه تصدمنا. كنقول لك الانسان جاي ما عندوش قشره ما ياكل، والرئيس زاد عكزنا قال لنا ودي ما كاين والو. فعلا حتى هو راه جرب مسكين ما كاين والو، عاد ولا حتى هو جا شاف داك الخير مشى عاوتاني كيدبر الرئيس حتى هو على السردين. ودوزنا هذيك الليله من اروع الليالي الاخوان، جمعنا الباكتاج ديالنا الغد ديال الصباح، شدينا الطريق مشينا لواد ما فاطمه، واحد الشرغو اللي شدينا فيها مشينا من موراها عاوتاني نعيلها شويه ديال السليتيه ديك الساعه يلاه بدات كترشم. ولكن كانت ليله ديال واد الدرا هي احسن ليله، ومن ثم الاخوان تبليت داك المصيد. وسبحان الله العظيم عندي معاه واحد المساله، هي انني اشك فوق كنمشي ليه ما عمري بقيت بلاش. والله الا كان جاو شي منازل ما توقف القصبه بالريح ولا كيكون السرد ولا ضروري، المهم البركه كتبدي الكاميله ديالك راه حاصله. شري غوات مزيانين اصيغار بالليل، اللي بغى يصيد على صيغار بالليل. الا عندك شي زهر تلقى مع شي بياسات ديال الكوربينه سيرتو لها بطي واحد شويه جهه الواد الدرعي عاوتاني راه بلادو هذيك، وسيرتو الناس ديال الجران. انا الصراحه ماشي شي خبيري في الجران، ولكن كاين تما الدرعي بالجران وكنشدو حتى بالطعمه. ولكن سيرتو الصراحه الشرغو اللهم بارك تما اللي شاف الفيديوهات. وغادي نخلي لكم يعني فيديوهات هنايا الفوق، ولا تلقاهم في صندوق الوصف حتى هو ديال المنطقه ديال واد الدرا، باش تزيدوا تعرفوا على المصيد اكثر. وكنتمنى تكون عجبتكم القصه ديال اليوم الاخوان حول هذا المصيد ديال واد الدرا. كنوعدكم غيكونوا ان شاء الله قصص اخرين، ولكن سيرتو لكنتو يعني عجبتكم الفكره ديال هاد القصص القصيره حول المصيد اللي ما غاديش نكون فيها بطبيعه الحال، غير انا كيف ما قلت غادي يكون اشاك فوا نحاول يكون معنا رئيس مختلف ويعطينا قصه على مصيد مختلف. الى عجبتكم خليونا هادشي في التعاليق باش نعرفوا باننا خصنا نكملوا في هاد الطريق. ما عجبتكمش بغيتونا نرجعوا لداكشي اللي كنا كنديروا من قبل، راه بيان سور غادي نرجعوا ليه. هو داكشي اصلا راه باقي، يعني ما عمرنا غادي نحيدوا الفيديوهات ديال المغامرات وديال الصيد على المباشر. تحياتي لكم مره اخرى، ما تنساوش جيم، ما تنساوش ابوني، ولنا موعد ان شاء الله عما قريب عاوتاني اخوتي. السلام عليكم.